وعشان كده يمكن انا بنتهز الفرصه ان انا اوجه الشكر لكل قيادات المجتمع المدني سواء داخل مصر او خارج مصر، ولكل الحكومات اللي كانت من اول لحظه حريصه انها تقدم مساعدات لاهالي غزه. يعني احنا يمكن على المستوى المحلي الحقيقه كان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الهلال الاحمر، حياه كريمه، جمعيه ابناء سيناء، كل مؤسسات المجتمع المصري اللي بتشارك وبتقدم قوافل كبيره جدا هدفها كله ان احنا نساعد في حل الازمه الانسانيه اللي موجوده في قطاع غزه. ايضا العديد من الدول والمؤسسات الدوليه ايضا بتشارك في نفس الموضوع، وبنؤكد على شكرنا وتقديرنا وحرصنا كمصر ان احنا نوصل كل هذه المساعدات لاهالينا في غزه. انا فقط بوجه الشكر ليهم كلهم، لان الحقيقه انا عارف ان هم بيتين هنا على مدار ال 24 ساعه. انا بتكلم على المتطوعين وكل الزملاء من القطاع المدني والسواء الوطني او الدولي، علشان هدفهم حاجه واحده، تدخل هذه المساعدات لاهالينا في غزه. وبشكر كل المسؤولين من الجهات اللي في الدوله اللي بيشتغلوا ليل ونهار علشان يعملوا هذا الموضوع. واعتقد دي رساله كلنا لا نستطيع ان يعني نتجادل عليها. الأزمة الإنسانية اللي موجودة النهاردة لازم تتوقف، المأساة اللي بتحصل كل يوم والخسائر البشرية الهائلة اللي بتحصل كل يوم، ولازم يكون، وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لن تحل هذه القضية مهما هديت أو يعني عاليت وطريتها إلا بالحل الدائم اللي العالم كله أقر بيه، حل الدولتين. ولن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بدون أن يتبنى العالم كله هذا الحل اللي أقر من الأمم المتحدة وكل دول العالم. وأعتقد هذه الرسالة هي الرسالة اللي احنا في مصر من أول يوم تبنيناها وقلنا، بالرغم من فداحة الحدث وعظم الضحايا الأبرياء المدنيين، لكن يظل أن الحل الدائم لهذه الأزمة اللي هتظل موجودة في المنطقة هو هذا الحل الدائم والعادل اللي أقر بيه العالم قبل كده. فعشان كده مرة أخرى احنا من هذا المنبر، احنا كدولة حريصين كل الحرص ان ندعو العالم مرة أخرى الى تبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية. مصر من أول يوم، ومصر يمكن عايزين نتكلم بمنتهى الأمانة، مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود منذ سنة 48. ومصر من أكثر الدول، ولا يعني إحنا لا نباهي ولا يعني من قبيل إن إحنا يعني نتباهى بهذا الموضوع، لكن هو ده الواقع. مصر فعلا من قبل 48 وهي بتتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعني ساهمت بأغلى أرواح عشرات الألوف من شبابها على مدار العقود السابقة اللي استشهدوا على هذه الأرض وهم بيدافعوا على القضية الفلسطينية.